اختلافات بين الأزواج، بنختلف لكن مين يخضع؟ نشوف في الكتاب المقدس يقول ايه. رسالة أفسس 22 يقول تخضع الزوجات لأزواجهن كما للرب. أيها، وفي نفس الآية يقول أيها الأزواج كونوا دائما محبين لزوجاتهم. يعني لازم يكون من ناحيتين، يعني الرجل رأس المرأة والمرأة جسد الرجل. لكن زي لما المسيح أحب الكنيسة وبذل ذاته من أجلها، يبقى كذلك الرجل يحب امرأته ويبذل نفسه من أجلها. ودي الوصية اللي يمكن بنسمعها في الإكليل في الزواج، ودي النظرة الصائبة مهمة جدا في الزواج. ولو احنا مشينا حسب كلام الكتاب المقدس هنرتاح جدا. ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل، هما الاثنين جسد واحد في المسيح. في اختلاف في الشخصيات أكيد، في اختلاف في الرأي أحيانا كتير، لكن في الآخر حد بيتنازل وتمشي الأمور. في اهتمامات مشتركة لازم عشان البيت يمشي بطريقة حلوة. في الحياة الزوجية الأمور بتتطور عبر الزمن. يعني في الأول هم عرسان جداد، هم أزواج جداد، شوية لما كبروا شوية سنة واثنين جابوا طفل صغير، بقى في عضو ثالث داخل في إيه؟ في الأسرة. الحياة اختلفت كده، ما بقاش احنا الاثنين قاعدين بناكل وبنشرب ونشتغل ونرجع، بقى في مسؤولية ثالثة. فبقى الأهداف والأمور فيها تطور تاني. شوية قدام جبنا ولد تاني، بقوا اتنين، بقى ولد لسه صغير وولد داخل المدرسة عايزين نعلمه. في شوية اختلافات بتحصل، لا أنا أوديه مدرسة تجريبية، لا أوديه مدرسة خاصة، لا أوديه مدرسة أجنبية، عندي استطاعة ولا ما عنديش، طب نحوشين ولا ما حوشين، ونخش في إيه؟ شوية إيه؟ مشاكل بسيطة. لما يكون في فكر واحد ورأي واحد الأمور بتمشي، لكن لو كل واحد راكب دماغه كده ولأ كذا، بتحصل هنا بقى كلمة خلاف.